السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غيكون فيه آخر أخبار الوداد الرياضي. كيف ما تعودتوا علينا في الآونة الأخيرة، فغنضربوا دويرة على آخر الأخبار اللي كتدور على الوداد. ولكن غير قبل بغيت نطلب منك واحد الطلب، وهو تمشي لهذا الانستغرام هذا ودير فيه فولو. بغينا نوصلوا فيه على الأقل 10,000 متابع باش نقدروا بيه نتواصلوا مع لاعبين. عندنا أفكار جاية في المستقبل إن شاء الله، وكنفكر ندير واحد البرنامج ديال قصص اللاعبين ديال الوداد وكيفاش بداوا المسيرة ديالهم. عاوننا في هذا البلان هذا، سير دابا دير فولو لهذا الانستغرام باش تعاون في تطوير هذا المحتوى، وشكرا. ويلا نمشيو مباشره لاخر الاخبار بلا ما نطولوا. احتفل فريق الوداد الرياضي بيحيى جبران عميد الوداد بعد وصوله لمباراة 200 بقميص الفريق، بعد مشاركته أساسي في مباراة الحسنية برسم الجولة 11 من البطولة. كما احتفل الوداد بيحيى عطية الله بعد ما لعب 100 مباراة رفقة الوداد، بعد ما دخل أساسي في نفس المباراة. عطية الله وجبران كيتعدوا من الركائز ديال الوداد في السنوات الأخيرة، وتألقوا مع الوداد وساهموا في قيادة الوداد العديد من الألقاب سواء محلية ولا قارية. التألق ديالهم خلاهم أنهم يربحوا مع المدرب سابقا الركراكي دوري الأبطال والبطولة، وكان داهم معاه الكاس العالم اللي تلعب في قطر. ولحد الان باقي كيعيط على هاد اللاعبين، وهما كاينين في اللائحه الاوليه ديال المنتخب لكاس امم افريقيا. وبنسبه 99% فعطيه الله غادي يكون في التشكيله ديال المنتخب الامم افريقيا، بحيث ان الظهير الوحيد اللي كيلعب ظهير ايسر وهو المزراوي مصاب. يعني ماشي غنشوفوا عطيه الله غير كمستدعى، وانما غنشوفوه رسمي في امم افريقيا. قال محمد مديحي مساعد البنزرتي في الوداد أن العودة بنقطة من اللقاء هي نتيجة إيجابية في ظل هذه الظروف، وقال صنعنا بزاف ديال الفرص ضد حسن في مباراة كان عنوانها العريض حضور جماهيري مميز من الحسنية، بحيث أن جمهور الحسنية طلق واحد الكراكاز خيالي بعد ما رفع تيف وخطف أنظار الجميع. وعلى هذا البلان هذا قال محمد مديحي أن نقطة من أكادير هي أمر إيجابي للوداد فضل الأزمات اللي كيعيشها الفريق حاليا، والتعادل الوداد في أكادير بزيرو لزيرو في المباراة اللي تلعبات نهار الثلاث مع استاد العشية، واللي كان ملعب أدرار الكبير بأكادير مسرحا لها. عبر جبران على غضبه بعد نهاية المباراة بزيرو لزيرو ضد حسنية أكادير. بعد المصادر قالت أن جبران طلع ليه الدم حيت ما تمش عمل التغييرات في الوقت المناسب، وكان بين جبران وهو كيطالب من الطاقم التقني باش يسرعوا في إجراء بعض التغييرات، خصوصا أن الوداد كان ممكن أنه يستافد من التغييرات. وداك الشيء اللي كان استاجب الطاقم التقني لجبران، وتم إشراك الشرقي البحري والسرغات، وهو اللي بان على الوداد كنت حسبات ركلة جزاء ديال المهاجم الشرقي البحري. هذا الموضوع هذا ديال ولينا كنظلموا خاص نالفوا عليه كتاب، لكن كم جزء يلزمنا. قال جبران ان المستوى ديال الوداد هجوميا ما كانش بالمستوى المطلوب، وان الفريق مازال كيتسنى الاصلاحات في قادم الايام في هذا المركز هذا. كنا هضرنا قبل على هذا البلان، وهو العرض اللي توصل به البنزرتي من احد وكلاء اللاعبين باش يدرب الزمالك المصري، بحيث ان موقع 360 سبور هو اللي اكد هذا الخبر هذا، وان البنزرتي رفض هذا العرض، العرض اللي كان تقدم ليه في الساعات القليله الماضيه. نفس المصدر قال ان البنزرتي رفض هذا العرض هذا احتراما للوداد واحتراما للاخلاقيات ديال المهنه، وان الوداد دابا كيعيش واحد الفتره وظرفيه صعبه جدا فما يقبلش بزاف ديال التغييرات. نفس المصدر قال ان البنزرتي جاء خلفا العادي الرمزي باش يرجع الوداد لسكه الانتصارات، وغادي يحاول يقوم بهذا البلان هذا. عرفات لي ريزو سوسيو بزاف ديال الهضره على الاستثمار اللي كان هضر عليه داك رجل الاعمال السعودي في الوداد اولى شراء الفريق، وتنشروا في اليوتيوب بعض الفيديوهات، وكذلك تنشر واحد التقرير من موقع انفوز سبورتس. كما تنشرت في الفيسبوك بزاف ديال الهضره على هذا البلان هذا، البلان اللي كيهضر على رجل الاعمال السعودي عبد الله بن عوده اللي كان سبق وقال انه بغى يشري الوداد الرياضي. بن عوده كان صرح في راديو مارس وقال انه كينوي يشري بعض الاسهم من فريق الوداد باش يضخ سيوله ماليه للوداد واعاده اعلاء رايه الوداد الرياضي. بن عوده وفي تصريح للمريخ الرياضي قال انه من محبي الوداد منذ الطفوله وعنده علاقات مع هذا النادي العريق، وقال انه عارف الاستثمارات اللي كيعرفها المجال الرياضي ولقى فرصه ذهبيه باش يستثمر في الوداد، فكيتمنى انه يتم هذا البلان هذا. بن عوده هضر على الوداد وقال هو من اعرق الانديه العربيه والقاريه واكثر الانديه تتويجا، الاستثمار فيه هو فرصه ذهبيه
بحكم الشعبيه ديالو واسس المتينه، واكيد عوائد الاستثمار غتكون بالايجاب. الهدف ديالي هو ارضاء الجماهير الوداديه، وخطوتي الاستثماريه اكيد غتكون في صالح الوداد باش نخرج الفريق الاحمر من هذه الازمه اللي كيعيشها. وكنتمنى كاع تلقى هذه الخطوه دعم جماهيري وكذلك من المكتب المسير ديال الوداد. خليوا لي الراي ديالكم في هذا البلان هذا، واش نتوما مع ولا ضد؟ واش هذا البلان هذا في مصلحه الوداد باش يشري لاعبين من طينه الكبار ومدربين كبار وينفتح على العالميه كما قال هذا خونا، ولا خاص الوداد اللي كان غيبيع على اسهم يبيعهم من مركز قوه وليس ضعف؟ كنتسنى الاراء ديالكم باش نقراهم كاملين. أيوب العملود في رسالة للجماهير الودادية طلب المساندة والدعم للاعبين في الفترة اللي جاية، وهضر على حالته الصحية وقال الحمد لله بخير وما غاديش يغيب على المواجهة الجاية ديال الوداد. العملود وفي تصريح بعد المواجهة اللي تلعبات ضد الحسنية نهار الثلاث قال ما تعرضش لتشي إصابة والحمد لله، قال غير حسيت ببعض التعب في آخر أنفاس المواجهة وطلبت التغيير من الطاقم التقني. يقدر يكون هذا البلان هذا ديال الحالة البدنية للاعبين بسبب أن الأظهرة في الوداد ولاو كيلعبوا بطريقه هجوميه في المباريات الاخرى، وهو اللي لاحظنا ان الاداء ديال الوداد غادي وكيتطور في المباريات. وكان البنزرتي هضر على هذا البلان هذا وبان انه طالع له الدم من الحاله البدنيه ديال بعض اللاعبين بعد ما خدا التقرير من مجدي السافي المعيد البدني ديال الوداد جديد، اللي كيبين ان الحاله البدنيه ديال اللاعبين في الوداد طايحه بزاف اللي تم في الاختبار الاخر ديال اللاعبين، وغادي يخدم الطاقم التقني ديال الوداد الرياضي على هذا البلان هذا باش يتم تحسين اللياقة ديال لاعبي الوداد. زاد فوز البنزرتي بعد اللاعبين الجدد في قائمة اللاعبين اللي ما غيتمش الاعتماد عليهم في الشطر الثاني هذا الموسم هذا، واللي من المتوقع انهم يكونوا من المغادرين في هذا الميركاتو. الامر كيهم همام باعوش وصلاح الدين بن يشو وعماد خنوس وكذلك سفيان احناج اللي تم وضعه كذلك في مفكرته بعد اسبوع واحد. واكد موقع 360 سبور ان البنزرتي غادي يتعاقد مع اربعة لاعبين جدد، كيتعلق الامر بمدافع اوسط وصانع العاب ومهاجمين صريحين. وكنا هضرنا قبل على احتمالية ان اشرف داري غادي يرجع للوداد كمعار، بالاضافة للهداف ديال الدوري التونسي اللي كنا قلنا لعب غير 6 المباريات وماركة 8 الاهداف. واكدت بعض التقارير ان المكتب المسير ديال الوداد غادي يعطي الحق للبنزرتي انه يختار المراكز الخصاص باش يتم التعاقد معاهم في هذا الميركاتو هذا. وكنا قلنا في الفيديو ديال البارح ان المكتب المسير ديال الوداد هذا غادي يمشي بنفس فلسفة سعيد الناصري وما غاديش تم تغييره حتى نهاية الموسم بعد ما غادي يتم عقد جمع عام للوداد واختيار رئيس. أكد موقع أنباء تيفي أن التحاق جيم بينزا للوداد الرياضي في الميركاتو بقاء مرتبط بالجيش الملكي والاتفاق ديال المهاجم علاء الدين أزرايل فريق معيدر القطري، وطلب معيدر القطري من فريق الجيش الملكي التعاقد مع علاء الدين أزراي. نفس الموقع قال إذا تم التعاقد مع أزراي من المعيدر فالقضية غتسهل على الوداد باش يرجع جيم بينزا للوداد. الوداد بطبيعة الحال بغى يعز صفوفه برأس حربة في ظل تدني رأس الحربة اللي عنده البحري وصامبو، وهو الأمر اللي باين على الخط الأمامي ديال الوداد اللي ما كيماركي حتى بيت. الشرقي وصامبو مرشحين بجوج أنهم يغادروا الوداد في الميركاتو الشتوي اللي جاي. غادي يقدر فوزي البنزرتي مدرب الوداد الرياضي انه يكون في مقعد البدلاء في الماتش ديال الوداد ضد الراجا في الجوله 14، وغادي يستنفذ البنزرتي عقوبه الايقاف ضده في المباراه اللي غادي تلعب ديال الوداد ضد اسفي، المباراه اللي غتلعب نهار الجمعه مع 6 ديال العشيه. الجامعه كانت عاقبت فوزي البنزرتي بالايقاف لسته المباريات بعد الاحتجاج المبالغ فيه في مباراه الوداد ضد المغرب التطواني في نصف نهائي كاس العرش، ورفضت العصبة الاحترافية الرد على مراسلة الوداد بشأن إمكانية جلوس البنزرتي في مقاعد البدلاء، مع العلم أنه كان جلس في مقاعد البدلاء مني كان مدرب ديال الرجاء في 2022، وكانت قدمت أولمبيك آسفي بالشكوى ضد الرجاء ولكن ما تم فيها حتى بلان. داكشي علاش الوداد حتى هي صيفطات مراسلة وسولات واش ممكن البنزرتي جلس في مقاعد البدلاء، ولكن تم تجاهل المراسلة. وكان هضر الوينرز على هذا البلان هذا في آخر تقرير ليه نشره في صفحته على الفيسبوك.
الماتش اللي تلعب ديال الوداد الرياضي ضد حسنية أكادير عرف إصابة عبد الله حيمود كما أكد موقع 360 سبور. وهضر أيضا موقع 360 سبور على أن أيوب العملود كذلك تصاب، ولكن كما قلنا في بداية الفيديو فعلق وقال أنني مش مصاب، وقال كذلك موقع 360 سبور أن أيوب العملود مصاب، ولكن كما قلنا قبل فصرح وقال أنه مش مصاب وأنه فقط شعر بالعياء وغادي يكون موجود في الماتش الجاي. موقع 360 سبور غالبا استنتج هذا البلان هذا حيث خرج في آخر لحظات، وقال الموقع أن حيمود نضاف لقائمة المصابين اللي فيها زهير المترجي وحمد الهوني وأمين فرحان. هاد اللاعبين ثلاثة اللي ذكرنا فغابوا على الماتش اللي فات. الوداد غادي يسافر الجديدة باش يستعد لمباراة ديال أولمبيك أسفي اللي غتلعب نهار الجمعة، وما غاديش يمشي الكازا كما قلنا قبل حيث ما كانش الوقت باش تعود تاني ترجع لأسفي لهاد المباراة. هذه كذلك قررت السلطات الأمنية ديال أسفي أنها تمنع التنقل الجمهور الودادي على هذا الماتش. هذا نيت قررت السلطات الامنيه ديال اسفي انها تمنع الجماهير الوداديه باش تمشي لاسفي باش تشجع الوداد. الماتش اللي غيتلعب في ملعب المسيره تم طرح 6000 تذكره فقط ومخصصه لاولمبيك اسفي فقط. كما قلنا في بدايه الفيديو فالوداد غادي يلعب ضد اولمبيك اسفي الجمعه اللي جاي في ملعب المسيره مع 6 ديال العشيه. سالينا الفيديو وصلتي حتى لهنا، ما تنساش انك تمشي للانستغرام اللي قلنا لك في البدايه. كنفكروا اننا نطوروا المحتوى اكثر واكثر، وانتم كتشوفوا هالتطور هذا. عاونوني بالتفاعل ديالكم مع الفيديو باش يطلع اكثر، وعاونني سير الانستغرام وصيفط شي رساله تماك، وما تنساش تفولوي. بغينا نوصلوا لاكبر عدد من اللي فولورز باش نقدروا اننا نستضيفوا لاعبين من الوداد في المستقبل ان شاء الله، ونعرفوا القصه ديالهم وكيفاش بداوا من فمهم. حتى لهنا غادي نقول لك تهلا في راسك، كون اكيد ان اي واحد غيدوز تما ويدير فولو ولا غير يتفاعل فغيكون دعمني بزاف انني نستمر بهذا النسق هذا ونزيد نطور اكثر. شكرا بزاف انك وصلتي حتى لهنا. الا وصلتي حتى لهنا ما تنساش في نهايه الكومونتير ديالك تكتب واحد باش نعرف شحال من واحد كمل الفيديو.